السلام عليكم البنات، ان شاء الله تكونوا كامل ملاح. في الفيديو تاع اليوم جيتكم بتكمله للفيديو اللي سبق اللي كنت هدرت لكم عليه عن الالوان الاساسيه. اليوم حنهدر لكم عن الالوان المشتقه. دوك نفهمكم على الالوان المشتقه لانه حيساعدكم في قراءه اسماء الصبغات وقراءه كتالوج الصبغه يعني المشي. كما هنايا درت لكم كامثله انواع صبغات هنايا اللي نستعملوهم بزاف في الجزائر. هنا ما هضرت لكمش على الصبغات الجزائريه كيما لوغيات اندريا وفينوس، ما هضرت لكمش عليهم لخاطرش النيميرو تاعهم خاصين، ماشي كيما الشركات العالميه اللي حاطين جدول دولي للارقام. كل شركه والجدول تاعها اللي تتبعوا. انا يا اخترت لكم هذه الارقام الصبغات اللي نستعملوهم هنا بزاف في الجزائر. مثلا عندنا غارني، نيميرو 8 هو الرقم الاساسي، والرقم اللي وراء النقطه هنايا، هادو هما الالوان المشتقه. في لوريال تاني هادو هما الالوان المشتقه. هادوما حنهضر لكم دوكا على معانيهم. عطيت لكم كمثال، عندنا الرقم الاساسي اللي هو من 1 إلى 10، وعندنا اللي وراء النقطة هم الالوان المشتقة. عندنا هادوما الالوان المشتقة، عندنا من 1 حتى 9. قلت لكم خديت لكم بعض الشركات، كاين بزاف شركات اللي ما يتوافقوش ما عندهمش هادو، كيف يتفقوا في البعض والبعض لا. انا خديت لكم الشركات مثل لوريال، غارني، شوارزكوف اللي نستعملوهم بزاف في الجزائر، وباليت اللي نستعملوهم بزاف في الجزائر. وكتبتهم بالعربيه لانه عندي متتبعين من الدول العربيه باش يفهموني مليح. رقم 1 نبداو، رقم 1 الرمادي الاساس تاعو ازرق، رقم 2 البنفسجي اللي هو اغيزي، الاساس تاعو بنفسجي. دوك تسقسوني وشنو هما هادوما الاساس اللي راني كتبتهم لكم هنايا، هادوما تفهموهم مليح. كي ندير لكم الدرس ان شاء الله مور هذا نديرو على دائرة الألوان. دائرة الألوان نهضر تفهموا الألوان الباردة والألوان الحارة، وعندهم دور كبير في نجاح اللون. هنايا دوك نكمل لكم كما قلت لكم الرمادي والبنفسجي. نروحوا للذهبي، الأساس تاعو أصفر. النحاسي الأساس تاعو برتقالي. هذه الماهوغوني احنا نقولوا أكاجو، الاساس تاعو احمر بنفسجي، نورمالمون هكا يتنطق بالعربيه فصحى. المهم 6 الاحمر الاساس تاعو احمر صافي. 7 اخضر الاساس تاعو اخضر. رقم 8 بني. كاين بعض الشركات عندهم 8 هو لؤلؤي، سمع على حسب الشركة. أنا على بها قلت لكم خديت الشركات اللي نستعملوهم حنا بزاف في الجزائر. 9 عندنا أزرق. دوك نعطيكم أمثلة ونفهمكم مليح كيفاش يتقراو. مثال عندنا غارني نيميرو 8.1، هذا اللون الرئيسي اللي نعرفه هو أشقر فاتح. ونيميرو 1.1 هو رمادي، يعني نقراوها أشقر فاتح رمادي. هنا مادام عندنا يعني هذا الأشقر الفاتح يخرج لنا على رمادي، عنده غفلي رمادي يمد لنا على الرمادي. الأساس تاعو جاي أزرق بارد. هادو ما قلت لك ندير لكم دائرة الألوان تفهموا مليح. ناخدو مثال واحد آخر، عندنا تاع لوريال 9.1،
نف بوان ان هدايا اشقر فاتح جدا بلون تري كلير، وعندنا رمادي سندري سما اشقر فاتح جدا رمادي بلون تري كلير سندري. ناخذ مثال اخر، عندنا هذا تاع لوريال 6.54 عندنا هذا نعرفه باللي اشقر غامق، قلنا اشقر غامق هذا لو 5 كما قلنا هنايا لو 5 هو اكاجو، ونيميرو 4 هو نحاسي كويفري هنايا اكاجو، نيميرو 5 اكاجو والكات كويفري، كويفري اللي هو النحاسي اكاجو كويفري. سما ايماجينيو عندنا اشقر غامق اكاجو كويفري، وكويفري قلنا حنايا الكويفري هاوليك النحاسي الاساس تاعو برتقالي، سما يمد لنا اللون على البرتقالي الالوان الحاره، وهنايا الاكاجو الاساس تاعو احمر بنفسجي تاني الوان حاره، سما يروحو يفيريو لنا البرتقالي. سما لو بلون فونسي فيه الاكاجو والكويفري كيما هذا اللون هنا، كي قبل ما تشرو تفهموا باللي فيه البرتقالي وفيه الاحمر بنفسجي الاساس تاع زوج الوان هادوما، سما اللون ما يخرج لنا الشباب نورمالمون. ان شاء الله نكون قدرت نوصل لكم المعلومه، نفهمكم يعني كيفاش تقراو الصبغه وتفهموا. عندنا مثال واحد اخر اللي هو تاني تاع لوغيال 5.3 هدايا 5.3 وشنو هو؟ شاتان كلير بني فاتح، لو 3 اللي هو دوري ذهبي يعني بني فاتح ذهبي، بني فاتح ذهبي يعني خرجنا بزاف لون شباب. الاساس تاع الذهبي اللي هو الاصفر، والاصفر من الالوان الحاره اللي هي دافئه، تما هدايا البني الفاتح يخرجنا شباب. هكا نورمالمون بهذه الطريقه تقدروا تفهموا المعاني تاع الارقام اللي على عبوات الصبغه. ان شاء الله نكون قدرت نوصل لكم المعلومه، هي ماشي حاجه صعيبه سهله. وكاين معلومه اخرى اللي هو الرقم الاول، دائما الرقم الاول هدايا نعطيكم كمثال، الرقم الاول هذا يحدد لنا لون الصبغه، يحدد لنا لون الصبغه درجه اللون يحددها لنا كما قلت لكم هو اللون الاساسي. الرقم الثاني يحدد لنا لمعه اللون الرئيسيه، يعني كما هنايا البني الفاتح يمد لنا اللمعه تاع ذهبي، هنا يمد لنا على الرمادي وهي رايحه. والرقم الثالث كاين اللي فيهم حتى الرقم الثاني والثالث كيما هنا، الرقم الثالث يحدد لنا لمعه او ميلان اللون الثانوي، سما هنايا الاشقر يخرج لنا على الاكاجو ويمد لنا اللمعه تاع الكويفري تاع النحاسي، يعني يعني يمدهولناك شغل رايح للصديد، ما تخرجناش لا كولور شابه على حسب لاباس تاع شعرك، على بها وحده تخاف بتشري دي لا كولور. هنا نورمالمون هكا تفهموني، راني نسيت نبسط لكم المعلومه. وكاين عندنا مثال واحد اخر كي يكون عندنا الرقم يقدر يكون عندنا باغزومبل 8.33، كي يكون يتكرر لنا الرقم يعني يكون متشابه يدل على اللون انه مركز او مكثف على حساب الصبغه،
كي يتكرر لنا الرقم يكون اللون مركز او مكثف. ان شاء الله تكونوا فهمتوني وبسطت لكم المعلومة. نعطيكم مثال واحد اخر، عندنا 7 نقطة، نقول مثلا 4 6، هذا يا 7 اللي هو اشقر متوسط، اشقر متوسط، 4 اللي هو نحاسي، 4 اللي هو نحاسي الاساس تاعو برتقالي، 6 اللي هو احمر الاساس تاعو احمر صافي. هنا واش نفهمو واش نستنتجو باللي حي اللون الاساسي سما اشقر متوسط، هنا سما عندنا اشقر متوسط يدينا اللمعة تاع النحاسي ويزيد لنا اللمعة تاع الاحمر. لا ايماجينيو هاد لا كولور سما تخرج لنا كاع ماشي شابه. نورمالمون هنا تفهموا، زيد سيت بسطت لكم الماكسيموم. وتقعد حاجه ما هدرت لكمش عليها، هي النتيجه النهائيه تاع الصبغه على حساب شعر تاع كل وحده. سما على حساب هاد اللون تحطيه على شعر صفر يخرج لون، على شعر بني فاتح ولا غامق لون، على اشقر غامق لون، على حساب الصبغه اللي راكم صبغينها ولا شعركم طبيعي. راني درت لكم الفيديو اللي قبل هذا يفهمكم مليح. وان شاء الله نكون فدتكم. ابونيوني، ابونيو لاشين ديالي باش نبعث لكم غير جديد ولي فيديو جديد، وسنوني في الفيديو اللي راهم جايين. وفي امان الله والسلام عليكم.